رحنا القليوبية ورغم ضعف الإمكانيات لقينا اللي ملاقيناهوش في مكان تاني. فصل مفهوش مكان واحد فاضي، كل الأعمار حتى الأمهات جايبين ولادهم، الكل جاي يمحي أميته على إيد أستاذة نوال. مهنتي أساساً أنا شغالة محاسبة في البنك، ووظيفتي ديت مش بقالها كتير، ده بقالها سنة ونص، بس عشان ربنا أكرمني واداني نعمة فضلت العلم والحمد لله أن أنا متعلمة، ما أبخلتش على أهل قريتي وما أبخلتش على الناس بتوعي، والحمد لله أن ربنا وفاني وجيت هنا، أن أنا حسيت أن الناس محتاجيني. فالحمد لله أنا في مهنة تدريس هيئة محو الأمية التعليم الكبار بقالي دخلت حالياً دلوقتي على 10 سنين. الكل مركز، مش فارق معاهم ان بعضهم عدى 60. رغبتهم في التعليم خلت أستاذة نوال تدي اغلب وقتها ليهم، وده مش في يوم ولا اتنين، ده على مدار سنين. خلال 10 سنين محيت 100,000 درس، في منهم حوالي تقريبا 35 او 30 بالظبط تخرجوا على مؤهلات عليا ومؤهلات فوق المتوسط ومؤهلات متوسط، في منهم الدبلومات واخدوا وشغالين بيها سواء سيدات او رجال، وفي منهم شغالين في صيدله، وفي منهم اللي بيكملوا. مش بس دول اللي فاكرين فضل استاذه نوال، حتى اللي بقالهم معاها شهور فاكرين فضلها. الأمر نوال والله بتقف معانا وجابت لنا على دار إذاعة الميكروفون، اللي عايز يتعلم لحن الأمية يجي، ما كناش بنعرف أي حاجة، فودخلينا لحن الأمية، بقالي 3 أشهر معاها، علمتنا كل حاجة، علمتنا القرآن، علمتنا نعرف نكتب اسمنا، علمتنا الألف ب، يعني بتتعب معانا كتير قوي. أنا بقالي 2 شهر معاها بالصلاة على حضرة النبي، بقيت أكتب اسمي وحفظت القرآن. وجت لحظة التكريم، وقتها عرفنا المعنى الحقيقي للفرحة، فرحة أستاذة نوال وفرحة طالبتها بيها. يا مدام نوال يا جميلة، أنا بحييكي تحية خاصة مني، أنا شخصياً بحييكي بجد، لأن أنت إيه اللي يخليكي أنت محاسبة تتعبي اكيد في شغلك في البنك، لان انا عارفه المجهود الذهني بتاع الناس اللي بتشتغل في البنوك، لكن بالرغم من كده قدرتي ان انت تلاقي وقت بسيط من وقتك الثمين جدا عشان تدرسي في فصول محو الاميه متطوعه. شفتوا يا ستات؟ بدل ما تقعدوا على كافيه، ولا بدل ما تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون، ولا على مهند، ولا على المسلسلات التركي اللي هرينا بيها، انزلوا اعملوا اي منظر، حتى انتوا هتتبسطوا من نفسكم وهتفخروا ان انتوا فعلا محيتوا اميه ناس. ان شاء الله الشغاله اللي عندك في البيت، ان شاء الله اللي بتجيلك كل اسبوع، ان شاء الله بتاعت الخضار، دخليها وقعديها في بيتك نص ساعه بس. حاولوا تكونوا جزء من مبادره العلم قوه، خليكم اقوياء، العلم قوه يا جدعان.